في قطاعي السكن، تدعمت بلدية الشلالة بولاية تيارت بأكثر من 800 وحدة سكنية بصيغة العمومية الإيجارية. عملية توزيع السكنات لقت استحسان المستفيدين بعد انتظار دام لسنوات. روبورتاج في الموضوع لمحمد سلمي. بعد تجسيد العديد من المشاريع السكنية بولاية تيارت، ها هي بلدية قصر الشلالة تتدعم بأزيد من 800 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري والتي سلمت لمستحقيها. بعد 9 سنين واليوم أنا سفت الحمد لله، حوالي 7 سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، واليوم الحمد لله يا ربي استفدنا. هذه السكنات التي وفرت فيها كل المتطلبات الضرورية والتهيئة الخارجية، تسعى من خلالها السلطات بالولاية إلى تحقيق برنامج طموح في القطاع. بما فيها 37 ألف سكن ريفي، والذي جزء منه انتهى، الناس راهي ساكنة، وجزء منه راهم في الشريحة الأولى وفي الشريحة الثانية. ثم يأتي في المرتبة الثانية حوالي 18 ألف وحدة تاع سكن اجتماعي إيجاري. لحد الآن قمنا بتوزيع حوالي 6000، ومن على شهرين ثلاثة 6000، ومن نهاية السنة تكون أخرى 6000. ومع مطلع شهر مارس سيتم توزيع أزيد من 1500 وحدة في كل من منطقتي السوقر ومدريسة.